بسم الله الرحمن الرحيم. يتم الآن إخراج 4000 من أهالي كفرية والفوعة، من بينهم من مقاتلين من الميليشيات الشيعية، بمقابل إخراج المدنيين من الزبداني ومضايا. طبعا هاي الاتفاقية المدن الأربعة تتضمن الزبداني ومضايا بالإضافة إلى كفرية والفوعة. فالاتفاق كان بخروج 8000 من أهالي كفرية والفوعة، نصفهم من المقاتلين، مقابل خروج الأخوة من الزبداني بالإضافة إلى أهالينا المحاصرين المدنيين من مضايا وبقين. ولكن اليوم تم خروج 4000 من كفرية والفوعة بمقابل المدنيين المحاصرين في مضايا وبقين، وبإذن الله سيتم إكمال الاتفاق يوم السبت بخروج الأخوة من الزبداني مقابل عدد آخر من كفرية والفوعة.